بي ان تاون ضيفنا هو باتشي اليوم عنا سيدة أولغا هندي بي آر مانجمنت بي باتشي وطبعا تزين استوديو دغري بس نقول باتشي رح نشوف بعد شوي تم كتير حلو لرجمانات شوكولا وبعرف هيدا لعرس لشو هيدا لولادي لولادي رح نحكي عنه بعد شوي بالتفصيل أهلا وسهلا فيكي اهلا فيك ميرسي لاستضافتكم طبعا معروف انه باتشي من الاوائل يلي يعني كان في عندهم هالفكره فكره حبه شوكولا المزينه ويلي لازم تكون باشكال متعدده وبانواع متعدده وبطعمات متعدده كمان لحتى اللي تكون عم تزين كل الايفنتس تبعولنا خبرينا عن هالفكره هالفكرة اجت من شخص كتير عزيز على قلبنا ودايما بقول الفضل لله اللي هو أسس وأطلق وصاحب اسم وفكرة وماركت باتشي هو مسيو نزار شقير اللي طور فكرة الشوكولا من الاستعمال الشخصي اللي بتستمتع فيه للهدية الموجودة دايما بالمناسبات السعيدة ومن أهمها من أهمها المناسبات الأعراس والولادات طبعا والولادات وغيرها شو عمل يعني خلى المشاركة بالفرح من خلال هالحبة المزينة بأبهى التصاميم وضاف لها مجموعة مجموعات كبيرة وواسعة مع الوقت الصغير. صارت كمان يعني فاشن يعني كل أول موسم في كوليكسيون جديدة في فاشن جديدة وأوقات يعني بنصير كمان نشوفها بالأسواق وتتبع يعني بصير الألوان كمان اللي دارجة كأنه بتتبع كمان فاشن التياب العالمية مزبوط هذا الشيء اكيد بيقتبس من اهم الموضه العالميه وبتتنفس بتطبق على حبه الشوكولا هلا في عنا كثير تيمز نزلوا السنه بتشكيله 2015 كان في كثير افكار انعرضت وحلوه من ضمنها كان اكيد الماركت باتشي دائما بتجهد حتى تنزل تشكيله كبيره وواسعه وبترضي جميع الزبائن ونزلت السنه بتحافظ دائما على الافكار الكلاسيكيه وبتنزل اكيد الاشياء المودرن والاشياء اللي صار مثلا هلا نزلنا تام الانستغرام اللي هو بتعرفي هو الاول اخذ كثير سكسي هلا بالتواصل الاجتماعي من هون بتروح كمان لفكره ابعد شوي من الكلاسيكي في تامات كمان نزلوا اللي هو البيزان اللي بتشوفيها مثل برنسيس نازله على بقلب البلاتو حاطين كثير في قصص بقلب البلاتو نازلين اللي هي الاكسس تبع كيف الفكره نازله بقلب الطبيعه البرنسيس وكمان عندنا سول جرانتار وغيره من التيمز اللي حلوين اللي نزلوا السنه اكيد دائما بنحافظ على الاشياء الكلاسيكيه وبيكون في اشياء مودرن في محافظه كمان على نوعيه الشوكولا وعلى نكهات الشوكولا المختلفة واللبنانية بيقدروها يعني شوكولا بكسر بندق شوكولا مش بلوز يعني دايما في اشياء جديدة وكمان افكار جديدة مع الحفاظ على النوعية اكيد دائما نحن بهمنا الشوكولا من جوا طعمه الشوكولا وحشويته وبنقدر دائما نشكل اذا بتلاحظي بالقلب البلاتو اللي موجودين بالعرض نحن قدامنا في حبات كبيره صغيره هودي كله في هيدي بتكون كمان مشكله طعماتها يعني بهمنا كثير انه يكون كمان مشكله الطعمات الطعمات كثير مختلفه الحجم مختلف والافكار دائما بتنزل حسب التام اللي منزلينه هون عم نشوف كمان الدراجي عم نشوف البونبون يعني في اشياء بتلحق بعدين مزبوط هلا هيدا التام اللي نازل هو من احدث تشكيله 2015 هو الباليرينا الصبيه الحلوه الناعمه اللي نازله بتعرفي مثل ام تتخيل بنتها مثل الباليرينا حلوه وناعمه وانيقه واذا بتلاحظي الاكسسوار اللي نازلين الموتيف اللي على بقلب الشوكولا هي كل اللي بتلبسوا الباليرينا الباليرين تبعها حتى الباليرينا اللي كلهم حواليها اللي عم بيرقصوا بتحسي حالك قاعده بمحل عم تحضري الباليه بمسرح فعلا دائما بحطك باتشي مثلا نزل هلا تمات اللي نازلين السنه بتعرفي نحن اول الصيف وكله عن الطبيعه نزل كلتين بتحسي حالك بقلب الطبيعه اللي بتستخدمهم الام بيت ضيافتها بقلب البيت وحتى خارج البيت اللي هلا درج كثير في اشخاص كثير عم يعملوا تهنيات بجنينه قدام البيت عندهم بجنينه اللي عندهم عم نعمل لهم تيمات كثير حلوه وزينه كثير حلوه عم بتكون مناسبه كل الزبائن
هون عم نشوف ولادتها. طبعا تيمات الاعراس بتكون كمان مختلفه، تيمات ما بعرف العمادات بتكون مختلفه، يعني كل تيم او كل مناسبه في لها المواضيع تبعيتها. مزبوط. هلا دائما نحن بالافراح بيكون في تشكيله، بالولادات بيكون في تشكيله. نزلنا يعني صناعه الشوكولا وفكره الشوكولا تطورت عند باتشي لحتى صار في عندها تهاتف شرائي كبير مع عدد كبير من الزبائن، وصناعه الشوكولا والسوفينير كمان خلقت وبعدها لحتى تكون متبعه من اهم عدد كبير من الماركات العالميه. ونحن باتشي بيحط كل هالافكار بتيمز اللي بينزلهم لحتى ضل دائما الاول والافضل. اكيد ما لازم ننسى السوفينير، ما لازم ننسى الكادو دو ريميرسيمون بعد الاعراس، يعني صار في كثير هلا كمان ترندز جداد، واكيد باتشي بيطلع فيها، بس كمان اوقات كثير بيأمنها يعني لما بيكونوا الاشخاص يعني بحبوا يكونوا هيك سبيسيال. مزبوط. هلا مثلا للبيبي في عندك سوفينير الشمع هلا نازل بقوه كثير حلوه مع العلب الحلوة، يعني بتشوف الأمبلاج من برا عاملينه بطريقة كتير حلوة، تتفوتي للكادو بتشوفي قد ايه حلو. عندك الكادر فوتو، عندك القشة المودرن المهضومة، التيرلير السال ايبوافر بألوان كتير حلوين، يعني عندك تشكيلة كبيرة واسعة. لك هلا الشمع كيف عم بيمرق على الشاشة مع العلبة الحلوة الأنيقة، لك شو الربا حلوة، طريقة الدراجيه المحطوطة بقلبها، السال ايبوافر الملون، التيرلير، يعني كله بيتبع بعضه حتى الاكسسوارات اللي بنحطه. ودائما كل شيء بيان فيني، يعني دائما اللمسه الاخيره واضحه وكل شيء مرتب ولذيذ ونظيف شيك ومرتب. هيدي يعني ميزه من ميزات باتشي. مثل ما كنا عم نشوف على الهواء تقريبا بمختلف المناطق اللبنانيه، موجودين بالمناطق الاساسيه، فروعتكم وين ما كان، بس دائما في كل الكوليكسيون بكل الفروع. مزبوط. نحن هلا صار عندنا بيبي جديد خلق بباتشي، هو فرع جديد، عندنا 19 فرع بلبنان، من الشمال طرابلس وزغرتا، بالجنوب صيدا، بالبقاع زحله، عندنا باهم المولات ابي سي الشرفيه وابي سي دبي، في كمان بمعدن كاسليك زلقه، قرنه شهوان حمراء، فردان، وعدد كبير في سي ام سي، اوبيتال سي ام سي، باوبيتال اي يو اتش، وهلا الجديد الفرع الجديد بمستشفى تراد اللي هو معروف للولادات. وكمان رح يكون في من هلا لاخر بخلال السنه فرع كثير كبير رح يفتح كمان الأرض، نرجع بنحكي عنه. طبعا عم نشوف ارقام الكاستمر سيرفيس، عم نشوف patchy.com للي حابين يعرفوا اكثر وكمان تفاصيل. بس لما بيكون في يعني قادمين هلا موسم جديد او بلش كمان موسم الاعراس، بيكون في دائما كولكشن جديده، يعني بتجتمعوا بتقرروا شو رح تكون الكولكشن السنه، شو رح تكون اجواء باتشي السنه؟ اكيد دائما بتشوفي شو دارج، شو اللي رح يكون، وقبل بسنه بين 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 بيتحضر على الموسم، ومن قبل بسنه لما بتشوفي شو دارجه وشو بدك تحطي الوان وشو تصاميم وبتجيبي كل الاكسسوارات بيندرسوا وبينحطوا كل موسم. بكل موسم في تشكيله كبيره وواسعه لترضي جميع الزبائن. الاكيب واليد العامله كلها لبنانيه؟ اكيد كله الاكيب لبناني، الديزاينرز اللبنانيين، المصممين اللبنانيين، التصنيع اللبناني، شغلنا والشوكولا كمان بمصنعنا كله عنا. نفتخر انه نكون كمان عالميا وشخص لبناني هو اللي قال اخترع هالفكره واللي طورها، وصلنا لهلا من اهم شغله كثير حلوه بتلاقيها بالمناسبات، يعني بس تفكري بدك تكوني بافراح او ولادات بتفكري دغري بحبة الشوكولا تجي اول شيء، حبه الشوكولا واكيد بتفكري بباتشي اول شيء. عم شوف كمان قد ايه يعني البلاتو بيكون يعني لوحه بالنهايه بين قطع الشوكولا اللي بتكون مختلفه عن بعضها صحيح، ولكنها كثير متناسقه. مزبوط. دائما بيتعب يعني الديزاينرز بيتعبوا جهدهم تكون كل شيء متناسق
ويخليك تحلم. يعني كل اللي بقلب البلاتو بيمثلك كأنك موجودة إذا كنت بشي طبيعة بتخمنك بقلب الطبيعة، أو مثلا مثل البالورينا هلأ هيدا من أحدث التشكيلة تبع 2015، إذا بتفوتي للديتايات على كل موتيف دو شوكولا بتخمني حالك قاعدة بالمسرح، وكمان الرأس كله شو كل الأكسسوارات تبع الرأس هون، لأنه التام للبنات ما يزعلوا الصبيان. كمان في سامبل لتام الصبيان يلي هو كمان مختلف ورائع. كمان الصبيان في لهم كمان تشكيله كثير حلوه، في تام التراك كمان كثير حلو، في لهم تامات كثير حلوين. يعني دائما نحن عندنا لون الزهر ولون الازرق هن الاساسيات اللي هن التامات الكلاسيكيه، وبينتقل منهم للاشياء المودرن. وبتعرفي في امات بيكونوا اجاهم صبيان بده ينتقلوا، وبنات بده ينتقلوا لتالت ولد لالوان مختلفه، بيكونوا استعملوا الزهر واستعملوا الازرق، لها سبب بكون موجودين عده الوان مختلفه. بس بعدهم الزهر والازرق معروفين، يعني الزهر للبنت وأزرق للصبي شو ما كان الوضع، لو أنه يعني خلاص هلأ كفاشن تياب انخلطت الأشياء، بس بعدنا هون وقتها يخلق الولد أو يخلق الصبي أو تخلق البنت خلاص معروف شو هي الألوان يلي أول شيء بتخطر على بالي. هلأ في أشخاص بيحبوا يكونوا كتير أوريجينال ويغيروا، بس بعده الكلاسيك موجود اكيد لها سبب. مثلا مثل هلا نزلنا تام الانستغرام، في ناس بحبوا كثير يكون شيء فاشن، شيء اللي بيتبعوا الموضه. نزل تام الانستغرام عم بلاقي كثير تهاتف كمان انه شيء جديد، شيء بيطلع من لما بكون عندها الام ولدت ثالث ولد او رابع ولد، خلاص بكون اخذت الكلاسيك بيكون في لهم تامات شوي طالعه من العاده. اذا باتشي مثل ما عم نشوف كمان بعد كمان البرانشز بمختلف المناطق اللبنانية، وطبعا دايما جاهزين لتأمين الكوليكسيون موجودة وكل شيء كمان جديد بيكونوا الأشخاص حابين يمكن يعدلوا يغيروا يعملوا أشياء بتناسب الثيمز تبعولهم. إذا كنا عم نحكي عن أعراس مثلا كمان في مساعدة، نحن دايما في عنا التغيير، دايما في عنا أشخاص لما بيجوا على باتشي أكيد في تشكيلة كبيرة وواسعة بترضي ثلاث ارباع الاذواق، الا ما بيكون في عندك اشخاص بدهم شيء لهم خاص فيهم او شيء كاستمايز لهم، او دي بيكون في عندنا اشخاص بيقعدوا معهم بشوفوا شو عندهم افكار، شو بدهم، بيعملوا ديسبلاي كثير كبير، افكار جديده اكيد كلها بتندرس، بس اكيد بده يكون في عندنا مجال على القليله شيء فتره شهر حتى نقدم لهم، نقدر نقدم لهم اللي بيطلبوه. سيدي اولغا هندي بي ار مانجمنت بي باتشي، اهلا وسهلا فيك، شكرا لوجودك معنا وتحيه كل فريق العمل باتشي. كمان شكرا لاستقبالك لنا، ثانك يو مشاهدينا. واقفين هلا وبنرجع بنتابع مع باتس، خليكم معنا.